مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. مساء الخير يا وطن، مساء مترقب لزائره الأبيض الجميل لهذا اليوم. جولة إخبارية جديدة نقدمها لكم ونتناول مجموعة من الأخبار والمواضيع السياسية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية. هذه تحية طاقم العمل لكم من الإعداد جهاد قاسم، ومن التقديم لؤي وزوز، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية عبدالله الخطيب ومحمود نخلة. وفي العناوين لهذا اليوم: 3 سيناريوهات تواجه إسرائيل من بينها الوضع الأمني في الضفة الغربية، بدء توزيع الدعوات لعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، وأيضا مخطط إسرائيلي لإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية. وتشاهدون وتستمعون أيضا: 7750 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط في الأراضي الفلسطينية. إلى تفاصيل النشرة. أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح أن المجلس سيرسل دعوات إلى جميع الأعضاء خلال 24 ساعة المقبلة، والذي يبلغ عددهم 141 عضوا للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر انطلاقه في 6 شباط المقبل. أوضح أنه سيتم إرسال الدعوات إلى جميع الفصائل، وذلك بحسب القانون، حيث أن المجلس المركزي والوطني للجميع، ويتعامل مع الفصائل داخل المجلس كممثلين عن شعبنا الفلسطيني. فيما يتعلق بأعمال المجلس المركزي، أكد أنه تم الاتفاق بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة رئاسة المجلس على مشروع جدول أعمال على أن يقر من قبل المجلس. أضاف أيضا أنه سيكون هناك انتخابات لملء الفراغات، أما في اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني سيتفق الأعضاء على آلية لترتيب هذه البنود على جدول الأعمال.
حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، مشيرا إلى عدم وجود خطة شاملة وطويلة الأمد للتصدي لهذه التحديات. في تقرير له أوضح المعهد أن إسرائيل تواجه ثلاث تحديات رئيسية. هذه التحديات كما ذكرها هي المشروع النووي لإيران وسعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأيضا قدرتها على إنتاج قنبلة نووية، أيضا الأوضاع الأمنية التي وصفها بالخطيرة في الضفة الغربية، والاستقطاب الاجتماعي الداخلي. أفادت هيئة البث الإسرائيلي مكان بأن رئيس دولة الاحتلال يصحك هيرتسوغ أكد تسلمه نسخة من التقرير، وأكد أيضا أهمية رأب الصدع لا سيما في القضايا السياسية ومنع الانشقاق في المجتمع للحفاظ على أمن دولة الاحتلال واستقرارها وازدهارها. حول هذا الملف مشاهدينا مستمعينا ينضم إلينا المختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور علي الأعور. تحية لك دكتور. تحية لكم، يعطيكم العافية. أهلا بك. يعني بداية، كيف تنظرون إلى هذه التحديات؟ حقيقة يعتبر معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب من المعاهد التي تعتمد دراساتها والنتائج التي يتم التوصل إليها. في اليومين الماضيين قدم معهد أبحاث الأمن القومي تقرير إلى رئيس إسرائيل رئيس هيرتسوغ، وهذا التقرير يشمل ثلاث ملفات تمثل تحديات استراتيجية وأمنية وعسكرية وسياسية لإسرائيل. ولكن فيما يخص شأن الفلسطيني أوضح التقرير بأن هناك تحديد كبير يتعلق بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية وآلية تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على استمرارها ووجودها أيضا في مقابل إضعاف حركة حماس في الجانب الآخر. ولكن هذه النقطة ما زال الإسرائيليين ومراكز الأبحاث ومن ضمنها مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب ما زال يؤكد بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تحتاج إلى عملية إعادة تأسيس القيادة وعملية بناء للنظام السياسي الفلسطيني باعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية تمر بأزمة داخلية من خلال المعارضة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن بكل الأحوال أكد أيضا التقرير بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ما زالت قادرة على ضبط الوضع وما زالت قادرة على الدخول في مفاوضات مع إسرائيل. يعني استعدادات دولة الاحتلال بخصوص أيضا الملف النووي الإيراني، ما السيناريوهات المحتملة؟ حقيقة أيضا أكد التقرير بأن الملف النووي يمثل تهديد خطير بالنسبة إلى إسرائيل، وأكد بأن إيران والدولة الإسرائيلية الإيرانية القادمة تتمكن من حفاظ أو على حافة الدولة النووية. ولكن بكل الأحوال أكد التقرير بأنه لابد من ويجب الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور هذا الملف. دكتور، بس يعني في مشكلة شوي هيك بالصوت، إذا ممكن تخرب على أو تعيد يعني ما ذكرت، لأنه الصوت بيقطع من عندك. خليني الصوت ما زال جيداً الآن. دكتور، يعني الصوت ما زال يعني في مشكلة، راح نعود. تفضل. الآن تسمعني جيداً؟ الآن أسمعك جيداً. أكدت أنا على أن هناك تحديات ما زالت تواجه الوضع الداخلي الفلسطيني قبل الدخول إلى الملف النووي. هناك أيضاً النشاطات والهجمات التي تقوم بها المستوطنين والمحتلين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد التقرير بأن المستوطنين يشكلون خطر كبير على إسرائيل للخوف من انتفاضة شعبية عارمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا أن تقود المنطقة إلى المجهول. أما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فأكد التقرير بأنه لابد من
اتباع الخطوات مع الولايات المتحدة الأمريكية والتنسيق معها والموافقة على ما تصل إليه الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن إسرائيل سواء في الجبهة الداخلية لا تستطيع وليست قادرة على مواجهة توجيه أي ضربة عسكرية لإيران، لأن هناك الرد سوف يكون رد جماعي من الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية. دكتور المعهد ذكر أنه الاستقطاب الجماعي الداخلي أيضا يشكل تحدي، ما المقصود بذلك؟ حقيقة هذه نقطة مهمة جدا وهذه نقطة جوهرية في التقرير، حيث أكد بأن هناك ربما توتر مجتمعي، هناك انقسام مجتمعي كان موجود وما يزال في إسرائيل خاصة فيما يتعلق بالتوجهات السياسية، وكان نتنياهو على رأس هذا الانقسام المجتمعي، وقد رأينا 4 مواجهات في داخل الانتخابات الإسرائيلية حتى تمكن منصور عباس من المساهمة في وقف هذا الانقسام المجتمعي وتشكيل حكومة إسرائيلية ودعم حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة بدعم تقتالي. على كل الأحوال ما زال التقرير يؤكد بأن هناك انقسام مجتمعي في داخل المجتمع الإسرائيلي بين اليسار واليمين، بين المزرعين والأشكنازيين، بين الشرقيين والغربيين، وهذا الانقسام المجتمعي ربما يقود إلى انقسام كبير في داخل المجتمع الإسرائيلي، وهذا ما حذر منه التقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي جامعة تل أبيب. يعني إلى أي درجة هذا الانقسام يعني إلى أي درجة يشكل تحدي بالنسبة لدولة الاحتلال؟ هذا انقسام خطير، يشكل تحدي كبير بالنسبة لإسرائيل، على اعتبار أن المجتمع الإسرائيلي إذا ما انقسم وأصبح هناك انقسام مجتمعي واضح وانقسام سياسي واضح على مدى 4 جولات لم يتمكن أي من القطبين اليسار أو اليمين من تشكيل حكومة، هذا يعكس بأن هناك خلافات كبيرة جدا وخلافات عميقة حتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هناك اليسار الذي ما زال يؤمن بحل الدولتين ولا يريد الذهاب إلى حل الدولة الواحدة، بينما حزب النفوذ واليمين الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، يتنكر إلى الرواية الفلسطينية الأصلانية، وبالتالي يرى أن هذه كلها أرض إسرائيل. ولكن في المقابل هناك انقسام واضح، اليسار يريد حل الدولتين ولا يريد حل الدولة الواحدة. نعم دكتور، شكرا جزيلا الدكتور علي الأعور المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا. أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن المعتقل الفتى أمل نخلة نقل لعيادة سجن الرملة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كان معتقلا في سجن عوفر. يعاني أمل من مرض الوهن العضلي الشديد، ما يضاعف من خطورة إصابته وتأثيرها على سلامته، خصوصا في ظل افتقار سجون الاحتلال للحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة له. وامتنع أمل مع محاميه عن حضور جلستي تجديد وتثبيت أمر الاعتقال الإداري الأخير، معلنا عن رسالة لمحاميه عن مقاطعته لمحاكم الاحتلال المختصة بالأحكام الإدارية. ويواصل الأسرى الإداريون لليوم 26 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. دعت جميع الأسرى الإداريين في جميع السجون، دعتهم إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. أيضا في الملفات لهذا اليوم مشاهدينا مستمعين، نتحدث عن الخان الأحمر وعن مخطط جديد. هذا المخطط أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة نفتالي بينت وضعت مخططا جديدا لإخلاء قرية خان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة وتهجير أهاليها، وتعتزم تنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة. بحسب التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن المقترح يقضي بإخلاء الخان الأحمر وإعادة بناء
القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية ونقل السكان إليه. لفت التقرير إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة أمن الاحتلال وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة نفتالي بنت. أوضح التقرير أيضاً أن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في المحكمة الإسرائيلية العليا في 6 آذار مارس المقبل للنظر في طلب حكومة الاحتلال تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر. تعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي التي تقام عليها أو يقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر أراضي دولة وتدعي أنها بنيت دون ترخيص. ووفقا للتقرير فإن حكومة الاحتلال تعتزم إقامة قرية جديدة لأهالي الخان الأحمر على بعد 300 متر من موقعها الحالي على أراضي دولة منظمة على حد وصفها، وذلك بهدف التعامل مع الالتماس الذي تنظر به أو إليه العليا الإسرائيلية في هذا الشأن. حول هذا الملف معنا مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك أستاذ مؤيد. مساء الخير. مساء الخير. يعني موضوع الخان الأحمر عاد إلى صدارة الأخبار من جديد، بداية حول القرية التي يقترح الاحتلال إنشاءها، وهل باشرت فعليا بإقامتها؟ بالتأكيد لا، هذا المقترح سمعنا عنه وسائل الإعلام كما سمعتم أنتم وكل الشعب الفلسطيني أولا. ثانيا هناك محاولات حثيثة منذ العام 2018 أو بداية عام 2018 للتهجير القسري للمواطنين في الخان الأحمر وخمس تجمعات أخرى محيطة بالخان الأحمر. هناك محاولات من ما تسمى الإدارة المدنية بالضبط والشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال بالضغط على باقي التجمعات وعلى سكان الخان الأحمر لإقناعهم بشكل طوعي لإخراجهم من مكان سكنهم إلى مناطق قريبة أو مناطق مقترحة سابقا ولاحقا. فبالتالي لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، سواء بالترغيب للمواطنين هناك أو بترهيبهم، لكن أبناء شعبنا في هذه التجمعات صامتين مقاومين وسيبقوا على هذه الأرض التي يسكنونها قبل عام 67 وقبل وجود الاحتلال في الضفة الغربية عام 67. وبالتالي مطلبهم الوحيد، إذا كنتم تريدون ترحلنا فلنعود إلى النقض. فالعملية مرتبطة بالتهجير القسري، عملية مرتبطة بفرض الوقائع على الأرض، بإنعدام حل الدولتين أو أي أفق سياسي آخر قادم إلى المنطقة، مرتبطة أيضا بما يسمى أو تسميه الحكومة الاستيطانية حكومة بيت القدس الكبرى، وبالتالي عزل القدس عن باقي الضفة الغربية، عزل جنوب الضفة عن وسطها وشمالها، وبالتالي اتصال هذه المستوطنات والمستعمرات الموجودة هناك مع أدوميم وكفار أدوميم وخمس مستوطنات أخرى مع بعضها، وبالتالي جعل المحيط الاستيطاني لمدينة القدس، وبالتالي إظهار أو وجود حقيقة واقعة أن هذه هي القدس الكبرى، وبالتالي لا يمكن لأي فلسطيني أو مواطن من الضفة الغربية أو من جنوبها أن يستطيع الوصول إلى تلك الأماكن. كيف على الفلسطيني سواء يعني على المستوى الشعبي أو الرسمي مواجهة مخططات الاحتلال في هذا السياق بخصوص يعني الخان الأحمر؟ يعني أولا لأبناء شعبنا تجارب عديدة من القمع الإسرائيلي، من محاولة تهجير القسري، من محاولة العربدة التي يقوم بها المستوطنين، لكن شعبنا الصابر، شعبنا الثائر، شعبنا المتمرد الذي لن يقبل أن يتزحزح سنتي واحد عن مكانه سيبقى صامد. هذه المحاولات باءت بالفشل بفعل الصمود الأسطوري لأهلنا في الخان الأحمر، بفعل الصمود الأسطوري لكل أبناء المقاومة الشعبية وكل أبناء شعبنا
الذين كانوا يتواجدون لمدة 6 أشهر ليل نهار في الخيال الأحمر بفعل الضغط الدولي والمتضامنين والقناصل الدول التي فرضت على هذه الحكومة تأجيل عملية الهدم التي تأجل كل 6 شهور. ينتهي القرار الأخير في 15 آذار 15/3. الحكومة الإسرائيلية طبعا الذي يقوم برفع الدعوة هم منظمة ركافيم الاستيطانية، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية أن تتجاوب مع المحكمة بأشياء ملموسة لعدم تهجير هؤلاء. واضح أن الحكومة الإسرائيلية ومنذ فترة أشهر طويلة تحاول الضغط على السكان وعلى التجمعات السكنية سواء بالترغيب والترهيب لنقلهم، حتى آخر مقترح أن يبتعدوا فقط 300 متر عن مكان الخان الأحمر وباقي التجمعات. هذا مرفوض من كل السكان هناك، من كل أبناء شعبنا، مرفوض على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي. ونحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان متواصلين دائما مع إخوتنا في الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية الخمس الموجودة هناك. لدينا يوم الأحد الساعة 11 صباحا فعالية مرتبطة فيما يجري أصلا في النقب لأبناء شعبنا الفلسطيني هناك في النقب الذي هو امتداد لأهلنا في الخان الأحمر. ستكون هناك فعالية حقيقية نبعث بها برسالة واحدة أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، لن نغادر الخان الأحمر، لن يغادر أحد من التجمعات البدوية الموجودة مكانه. وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية أن تقلق من أذهانها هذا المشروع. لن نسمح بما يسمى بالقدس الكبرى أن تكون حقيقة على الأرض، لن نسمح ببقاء هؤلاء المستوطنات وتدمير أو فصل الضفة الغربية وسطها وشمالها عن جنوبها. لن نسمح أن يكون هناك أيضا هناك خط آخر يقوم به المستوطنين، تقوم به الحكومة الإسرائيلية. حتى في السيل هناك فصل عنصري في شارع للمستوطنين عند عناتة، ومسار آخر للمواطنين الفلسطينيين ليصلوا إلى جنوب الضفة الغربية. وهذا أيضا يسجل ودائما يسجل على هذه الحكومة الإسرائيلية الحكومة الاستيطانية أنها تمارس الفصل العنصري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. يعني أيضا ذكر التقرير مصطلح أراضي دولة منظمة، ما المقصود بذلك؟ أولا هم يدعوا أن هذه أراضي دولة، وإذا نقلهم إلى أراضي دولة منظمة أي يمكن لكم بعد إذن الحكومة الإسرائيلية أن هذه الدولة لها هذه الأرض لها مخطط هيكلي، وبالتالي أنتم تجلسون أو تسكنون على أرض دولة وبدون تراخيص. هذه الأرض التي سكن عليها قبل أن تأتي دولة الاحتلال أصلا، وقبل أن تكون هناك دولة الاحتلال هم يسكنون هناك بعد ترحيلهم من النقب. وبالتالي هذه الأرض التي يسكنون عليها هي أرض فلسطينية، أرض فلسطينية خالصة لا يمكن لأحد العبث في شرعيتها. هناك أيضا الأرض المنظمة التي يدعون عليها هو تمويه قانوني من أجل نقل هؤلاء السكان في خطوات ترغيبية، وأنهم سيبنون لهم مساكن ويقدمون لهم كل الخدمات، ولكن في المقابل هناك وسائل ترهيبية تمارس على أبناء شعبنا في هذه التجمعات كالتهديد والمنع وما إلى ذلك. لكن أنا برأيي وبرأي أهالي الخان الأحمر وأهلنا ومواطنينا في هذه التجمعات أن لهم لن يتزحزحوا سنتيمتر واحد عن مكان سكنهم. هذه الرسالة التي يجب أن تصل إلى هذا الاحتلال، يجب أن تصل إلى حكومته، يجب أن تصل إلى قضاته ومحاكمه، لأنهم كل هذه الحكومة بكل تفاصيلها بكل استيطان المستوطنين في مجلس المستوطنات جيش الاحتلال الشرطة القضاء هم يعملون بشكل متكامل من أجل تنفيذ التهجير القسري بحق أبناء شعبنا. ماذا عن الالتماس الذي تنظر إليه العليا الإسرائيلية أو تنظر به العليا الإسرائيلية في هذا الشأن، وماذا يحقق شيئا على أرض الواقع؟ يعني أنا برأيي يعني نحن في 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 الشعب الفلسطيني ننبش في الصخر من أجل الوقوف على أرضنا في ظل هذه الممارسات التي تمارسها هذه الحكومة، في ظل هذا التوغل الاستيطاني الغير مسبوق، في ظل هذه الإجراءات العربدية التي تمارس بحق أبناء شعبنا في محيط نابلس، في القدس، في الخان الأحمر، في التجمعات البدوية، في الأغوار. هناك حملة مسعورة تقود هذه
الحكومة الاستيطانية التي أصلا جزء من سكانها جزء من وزرائها عفوا يسكنون هذه المستوطنات. بالتالي المطلوب منا جميعا أن نقف كما وقفنا في 2018 في الخان الأحمر، أن تتكامل اللجان الشعبية والمقاومة الشعبية مع المستوى الرسمي من أجل تعزيز صمود هؤلاء المواطنين. نحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سنعزز صمود أهلنا هناك في التجمعات كما المرة السابقة، والمستوى الرسمي كل الإمكانيات مفتوحة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، ولن يغادر أحد من هناك. أنا أقول لك أخي لن يغادر أحد من هناك، ولن يتزحزح سنتي واحد عن مكان سكنه في الخان الأحمر وكل التجمعات. نعم، الفعاليات هل يعني ستكون بشكل دائم حاليا في يعني لإسناد أهالي الخان الأحمر؟ يعني نحن نفكر أن ستكون الفعالية الأولى يوم الأحد الساعة 11 صباحا هناك. إذا ما اقتضي الأمر ووجب هذا الأمر سنكون هناك متواجدين على مدار الساعة كما المرة السابقة، وسنثبت لهذا العدو ولكل مستوطنيه ولكل مجالس المستوطنات ولكل هذه المحاكم حتى المحاكم الإسرائيلية أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، لن نغادرها إلا في قعرها أو في باطنها، لن نتزحزح سنتيمتر واحد عن هذه التجمعات الفلسطينية الخالصة. لماذا التركيز على الخان الأحمر؟ يعني أهمية هذا الموقع بالنسبة للإسرائيليين، بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي؟ يعني إخلاء الخان الأحمر وتجمعات البدوية الموجودة هناك يعني إيجاد حلقة وصل وتواصل لكل المستوطنات، خمس مستوطنات كفار أدوميم، معالي أدوميم، وثلاث مستوطنات أخرى، بالإضافة إلى عدم تطبيق خطة A1 التي تقضي أو تصل بنا إلى القدس الكبرى. والسبب الثالث هو عزل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، وإيجاد شارع آخر التفافي عنصري للفلسطينيين وآخر للمستوطنين، وبالتالي نفذت خطة أو رؤية الحكومة الإسرائيلية بما يسمى بالقدس الكبرى. هذا هو ما يريدون، لا يريدون لأي فلسطيني، لأن إخراج هؤلاء تلك التجمعات يعني إتاحة الفرصة لمليون دنم أرض للجانب الإسرائيلي للمستوطنات، وبالتالي حتى أنهم يفكرون هناك بإقامة مهبط أو مطار تجاري في تلك المنطقة، أيضا إقامة منطقة صناعية في تلك المنطقة لتتبع للقدس الكبرى كما يدعون. شكرا جزيلا لك أستاذ مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أصيب شاب بجروح صباح اليوم بعد الاعتداء عليه من قبل عدد من المستوطنين خلال إغلاقهم لحاجز شافي شمرون أمام حركة السير من كلا الاتجاهين شمال غرب نابلس. قال شهود أعيان في نابلس أن أكثر من 20 مستوطنا قاموا بإغلاق الحاجز بصورة مفاجئة، واعتدوا بالضرب على الشاب ورشوا عليه غاز الفلفل قرب الحاجز وأمام عدد من الجنود. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم رعاة الأغنام على ترك المراعي ولاحقوهم شرق خربة مكحول في الأغوار الشمالية. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أفاد بأن الاحتلال أجبر الرعاة على ترك أراضي الرعي بالقوة ولحقوهم خلال رعيهم لمواشيهم، مضيفا أن الرعاة في تلك المناطق يواجهون بشكل شبه يومي مضايقات من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. في الأخبار لهذا اليوم وفي مساء الخير أيضا يا وطن، أقدم مستوطنو مستوطنة بدوئيل المقامة على أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أقدموا بالهجوم على أراضي المواطن عطلة علي أحمد. تقدر مساحة هذه الأراضي ما يقارب 60 دنما، قاموا بتقطيع الشبك وإغلاق الطرق المؤدية لها بالحجارة ووضع تحذيرات وتهديدات لإخافة المزارعين. رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي قال أن مجموعة من المستوطنين قاموا بتخريب أرض المواطن عطلة والعبث بها في منطقة تارية غرب البلدة.
وضعوا ورقة تحذيرية لأصحاب الأرض عدا عن إغلاق الطرق المؤدية لها ولأراضي المواطنين، بالتالي صعوبة الوصول إليها. أشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الاستيطانية المستمرة. هذه الاعتداءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم وإحلال المستوطنين مكانهم. أيضا اعتدى مستوطنون اليوم على راعيتي أغنام واحتجزوهما في قرية كيسان شرق بيت لحم. أفاد الناشط أحمد غزال بأن مجموعة من مستوطني معالي عموس المقامة على أراضي المواطنين اعتدوا على راعيتا أغنام هما الشقيقتان فاطمة ونايفة محمد عبيات في الثلاثينيات من عمرهما، رشقوهما بالحجارة وأطلقوا الكلاب عليهما وعلى أغنامهما، ثم تم احتجازهما لأكثر من ساعة. أضاف غزال أن اعتداءات المستوطنين زادت خلال الفترة الأخيرة بحق رعاة الأغنام في قرية كيسان بهدف تهجير المواطنين الذين يعتمدون على تربية الماشية كمصدر رزق لهم، أيضا بهدف الاستيلاء على الأرض لأطماع استيطانية. أوضح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بأن رواتب وأجور العمال ستحول خلال 6 شهور القادمة على حساباتهم الشخصية لدى البنوك الفلسطينية، وأيضا بهدف الحماية القانونية للعمال كما قال. أضاف الشيخ أن الجانب الفلسطيني شرع بالمطالبة بالحقوق المترتبة للعمال نظير عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وذلك تطبيقا للمادة رقم 40 من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الداعية إلى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية المعنية، وذلك بدءا من عام. أكد الشيخ أيضا أنه سيتم الشروع بحملة ملاحقة ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم للنظام والقانون وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. من هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس الاقتصادية، لا سيما المادة 37 التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى الداخل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم. في خصوص الكورونا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 2 وفاة وأيضا 7750 إصابة جديدة في غزة والضفة بالكورونا بما فيها القدس المحتلة خلال 24 الساعة الماضية. نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. في الداخل، وزارة الصحة الإسرائيلية أفادت بتسجيل أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة. طبعا تم إجراء أكثر من 348 ألف فحص لكورونا، نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس أو الإيجابية للفيروس بلغت حوالي 22%. ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8502، بينهم 11 مريضا توفوا بالأمس. عدد مرضى كورونا في الداخل لدى الاحتلال، وبناء على وزارة الصحة معلومات وزارة الصحة الإسرائيلية،
ارتفع إلى 888 حالة خطيرة. هؤلاء المرضى بينهم 187 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي و245 مريضا في حالة حرجة. يرقد 2296 مريضا بكورونا في المستشفيات الإسرائيلية، وأيضا 273 حالة متوسطة، بينما أكثر من 1000 حالة 1004 مرضى توصف بأنها طفيفة. بهذا مشاهدينا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من مساء الخير يا وطن. نذكركم بأبرز العناوين لهذا اليوم التي تناولناها: 3 سيناريوهات تواجه إسرائيل من بينها الوضع الأمني في الضفة الغربية، وبدء توزيع الدعوات لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، ومخطط إسرائيلي لإخلاء قرية الخان الأحمر. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مساء الخير يا وطن. نلقاكم في حلقة قادمة. هذه تحيات طاقم العمل لكم، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. وعلى كتفي نعشي.